معناته الكلام اللي كتب في كتاب واحد في جامعة ستانفورد، كتب كتاب اسمه نهاية الجنس. الفكرة حقت الكتاب انه تراه المستقبل مو في الجنس اللي هو شكل طبيعي للتكاثر، صح. انه عيادات التخصيب الأطفال هي المكان اللي حيكون، صحيح. فانا صحيح. اعدل اقول والله ابي طويل ابي قصير، صحيح. ابي هذا صحيح. حيكون هو المستقبل، وهذا راح يجي طبعا. هذا شوف، احنا لما نفتح باب الجينات راح يفتح لنا اشياء واسئله كثيره جدا، بعضها اخلاقي بعضها ديني بعضها شرعي وكذا. وهذا ممكن يعني ممكن في القريب العاجل، وهذا اللي يعني من الكتاب اللي ذكرتها انت، ان الواحد يجي يصمم طفل المستقبل، ابغى طويل واشقر وذكي ويرمي الجله ويسابق. يعني تصمم على حسب الجينات اللي انت تبقى. وهذا ممكن طبعا الان ما بعد وصلنا للمرحله هذه، لان الان وصلنا الى مرحله انه مثلا يكون ما في مرض. يعني انت في التخصص عندك تجربه يعني في تعد انه اللي شو يسمونه البي جي دي، البي جي دي اللي هي ستيشنال دايجنوسيس، اللي هي انك تاخذ انت يعني تشوف اب وام واقارب وعندهم مرض، تروح تسوي التلقيح خارج وتشيل صحيح. المرض ذا وتحطه في الحرمه ويصير الولد. انت سويتوها في التخصص؟ مسويها. واحنا اكبر كم حاله سويتوا في التخصص؟ احنا في اكبر مراكز في العالم. احنا مثلا في السنه نسوي 600 حاله في السنه الواحده، اوروبا كلها تسوي 1100. احنا مستشفى واحد نسوي 600 حاله، ونشخص اكثر من 1200 مرض. والقائمة عندنا قائمة الانتظار طويلة بسبب شيوع الأمراض الوراثية. ونسبة النجاح عندنا الحمد لله ممتازة، يعني تقريبا تقارب 60% من هذا ينتج عنها ولادة طبيعية. ولادة يعني ينتج عنها ولادة. لكن بسبب طول قائمة الانتظار أكثر الأمراض اللي نحيتوها والشيء. شوف، أكثر الأمراض اللي نعالجها بسبب يعني بسبب الحاجة، الأمراض المؤثرة على حياة العائلة. يعني بدأنا بالتخلف العقلي، العوائل اللي يجيهم أطفال بتخلف عقلي ويكون صعب التعامل معهم، هذول يعني هم أهم فئة. لكن نقدر نسوي كل زي ما قلت لك، عندنا أكثر من 1200 مرض نقدر نشخصهم عن طريق التحليل هذا. يعني أنتم قادرين تتجنبون 1200 مرض؟ صحيح صحيح. وعدد الحالات 600، عدد اللي نقدر نسويها الآن 600، اللي سويتوها 600. وهم جالسين الإخوان يعني البرنامج حقهم اللي كان بدأها الله يذكره. نسبة النجاح كم؟ يعني أنتم 600 هذه؟ 600 تقريبا أكثر من نصهم يحملون، يعني 300 تقريبا. طيب خلينا نروح لك المنطقة الثانية. هذا والله في يعني لا، بس موضوع الآن الطفرة دي البرنامج هذا وفريد من نوعه على مستوى يعني المملكة وعلى مستوى المنطقة. فيه التلقيح الصناعي يعني يتم في أماكن كثيرة ويتم في العيادات الخاصة، لكن اللي هو البي جي دي هذا يعني تخصصي متفرد فيه ونبغى نتوسع فيه. الانتظار فيه على 2 و3 سنوات، لذلك بنينا لهم عياده اكبر بينتقلوا من 900 متر الى 6000 متر. نجيك على موضوع التاخيرات دي، انا عندي لك قصه فيه. لا انا ابغى امشيها.